استكملت دولة الكويت الشقيقة كافة استعداداتها لاستضافة واستقبال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في القمة 45 التي ستبدأ أعمالها يوم غد الأحد. موفد مركز الأخبار إلى دولة الكويت الزميل محمد يوسف والتفاصيل. تستعد دولة الكويت الشقيقة لاستضافة القمة الخليجية 45 المقرر عقدها في الأول من ديسمبر من خلال تزيين الشوارع الرئيسية بأعلام دول مجلس التعاون الخليجي وصور أصحاب الجلالة والسمو القادة. وقد أطلقت وزارة الإعلام الكويتية هذه الحملة بهدف تعزيز الوعي حول القمة الخليجية والترويج لها، وقد شملت الحملة تزيين الشوارع الرئيسية والطرق السريعة ومطار الكويت الدولي والمجمعات التجارية والأسواق العامة باستخدام الرسائل النصية ولوحات الإعلانات في الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى مختلف وسائل الإعلام في إطار حملة إعلامية شاملة تحت شعار المستقبل خليجي. هو شعار جميل جدا، فعلا المستقبل للدول الخليج في هذه السنوات أو في هذه الأيام مختلف تماما عن السنوات السابقة، نظرا لتطور العالم، نظرا للتطور السريع في جميع دول العالم، ودول الخليج تملك القدرات والإمكانيات لأن تكون ضمن ركب التقدم والازدهار في جميع المجالات. نشاهد جميعا التطور المستمر والمتوالي في جميع دول مجلس التعاون، وبالتالي عندما تجتمع الجهود الخليجية وتكون قوة دفع واحدة سيكون الإنجاز أكثر، وسيكون تحقيق الإنجازات وتحقيق التعاون والتكامل ما بين دول مجلس التعاون أكثر. وفي هذا الإطار تم توحيد شعارات شبكات الاتصال لكل شركات الاتصالات تحت شعار GCC45 خلال فترة انعقاد القمة. وعملت وزارة الإعلام الكويتية على بث العبارات الترحيبية الموحدة مثل المستقبل خليجي وأسفرت وأنورت. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص دولة الكويت الشقيقة على إظهار الشوارع والطرق بشكل جمالي يليق بهذا الحدث المهم وتعزيز روح الانتماء الخليجي بين المواطنين والمقيمين. بأجواء مليئة بالترحيب وروح الأخوة قامت دولة الكويت الشقيقة بإطلاق حملة إعلامية حول انعقاد القمة الخليجية استعداداً لاستقبال قادة دول مجلس التعاون، مما يعكس العلاقات الوثيقة بين دول المجلس والتعاون الوثيقة في كل المجالات، وبالفعل المستقبل خليجي. من الكويت محمد يوسف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.